بانتظار ساعة الصفر يقرع الجيش الوطني السوري طبول الحرب ويستعرض قوته العسكرية في مدينة عزاز شمال حلب إذانا على ما يبدو بقرب انطلاق العملية العسكرية ضد قسد في منبج وترفعت. نحن الفيلق الثالث، هذا الرتل جاهز لضرب الميليشيات الانفصالية وميليشيات النظام إن شاء الله. هذا الرتل تجهيزات للمعركة المرتقبة، الرتل هذا تابع للفيلق الثالث، تجهيزات لمعركة الرفعت ومنها بإذن الله. وحدات عسكرية مدرعة ومقاتلون بالعتاد الكامل استعرضوا قوتهم وأبدوا رغبتهم بالتحرك العسكري ضد قوات سوريا الديمقراطية في حال صدرت الأوامر بذلك. نحن رفع جاهزية، جاهزين بإذن الله لبدء أي معركة، بس انتظار أوامر من القيادة. من الواضح أن تحركات الجيش الوطني السوري تأتي في ظل رفع الجاهزية العسكرية لإطلاق العملية المزمع شنها قريبا، عملية يبدو أنها باتت أمرا واقعا، لا سيما أنها أعلنت على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.